TWNFM 91.2. ضمن الوقفة الاحتجاجية الطريفة هذه بطريقة تلقائية لمدنا بعضنا عن طريق الفيسبوك احتجاجا على غلق المسرح اللي متواصل غلق متاعه لمدة عامين، وبدأت صفاقة استضافة عاصمة للثقافة العربية وفات وما صار حد شيء، بدأت أشغال ولا فتح المسرح وخرجت صفاقة من غير مسرح في الأخر. نتأسفوا للي صاير لصفاقس في الثقافة هذه، لا ثم مسرح، لا ثم قاعدة سينما، لا ثم مكان ثقافي معتبر تنشط فيه ولاية في قيمة ولاية صفاقس اللي فيها أكثر من مليون ساكن. وهذه وقفة احتجاجية أنه مجموعة من العازفين عملنا عرض هذا تنشيطي للأغاني الصفاقسية قدام المسرح قدام شباب بيك مغلقة وأبواب مغلقة.